الشيخ زايد مدرسة بالنسبة لي أنا، لأني أنا قابلت ناس، يعني أنا اشتغلت عند سمو الأمير عبد المحسن بن جلوي، ودائما نلتقي مع ناس مهمين يجون من مصر والأردن والسودان ودول المتوسط كليبيا وغير ذلك. فلقائي مع الشيخ زايد مع الشيخ شيخ بوط رحمه الله كان مفاجأة بالنسبة لي أنا لصغر سني آنذاك، ولم أكن عندي تعبئة ذكية جدا حسب ما أنا الآن، ولكن الحمد لله شحن الفكر كان متوافق مع ما أنا أتمنى أن أقوله وأكتبه في ذاكرتي. شيخ زايد كان رجل قيادي وإعلامي من الدرجة الأولى، والإنسان الذي يستطيع أن يضع في ذاته وفكره وحكمه ومساره الحكمي والتاريخي والأدبي، هذه طيب جدا. وأعتقد أنا في نظري ونظر الآخرون الذين هم ملمين بالعلم والمعرفة والبيان والمنطق والتوجه، إن زايد يعتبر مدرسة وقيادي حكيم، وقيادي تناط به أمور كثيرة جداً.